مرحبا. مع ازدياد أزمة الوقود والنطرة بالساعات على المحطات، انتشر فيديو لسيارة درك مقطوعة عم يقوم العناصر يلي جواها بمحاولة دفشها لتقدر توصل على المحطة. ايوه فوري فوري. الدرك مقطوع يا عالم. ايه شد ايه. لا والاحلى من هيك يكون فيها مساجين. هيدي تبع مساجين لانه هيدي. يا حرام. فكرة ما بشي بهالي. فيديو آخر انتشر بالإطار نفسه ولكن بطريقة معاكسة جدا سببت غضب كبير بسبب الاستفزاز يلي ظهر في محتوى الفيديو لإحدى الجهات يلي عم بتصور تخزينة لعدد كبير من جالونات البنزين يلي تم تركيبها على لحن أغنية بتحكي عن الصمود والعز. تاريخ التاريخ يشرف الكبير والصغير، وقت الشدة ما ننظلم، اسمك يسند زير، انت الحلم وانت العلم، انت والله كبير، انت والله كبير. سخط وغضب آخر سببته صور انتشرت لأحمد الحريري نجل النائبة بهية الحريري، هو وعم يحتفل بتخرج ابنه من صف الروضة بسيارة فارهة ومزينة باسمه احتفالا بهالإنجاز. مشهد سبب غضب كبير جدا من الاستفزاز يلي مش عم يجرب أهل السلطة وعائلاتهم أنهم يخبوه بظل أكبر أزمة اقتصادية عم بتواجه شعب بأكمله. على صعيد آخر انتشرت صور للبابا فرانسيس عم يسلم على سبايدر مان يلي كان قاعد بقسم الشخصيات المهمة خلال العظة الأسبوعية بساحة الفاتيكان، ليتبين أنه الرجل وعمره 27 سنة معروف بارتدائه ملابس السوبر هيروز يلي بيقوم فيها بزيارة الأطفال المرضى بالمستشفيات للترفيه عنهم خلال جائحة كورونا. نشرت الفنانة شريهان صور على انستغرام لتدريبات مسرحيتها الجديدة تحت اسم كوكو شانيل يلي رح ترجع من خلالها للأضواء بعد غياب أكثر من 30 سنة عن عملها المسرح الأخير شارع محمد علي. شريهان كتبت كلمات شكر مؤثرة لمدير أعمالها جمال أنور يلي وصفته بالأخ وصديق العمر. رح أختم مع أغنية جديدة للشاعر سهير صقر عن أزمة الكهرباء والإنترنت والهجرة يلي عايشينها اليوم على لحن أغنية يا غزيل يا أبو الهبة. يا غزيل يا أبو الهبة رد علي يا بابا، كيف كانوا يعيشوا جدودك من دون نت وكهرباء؟ السهرية على الشمعة فيها حنية وجمعة، والجازي على السمعة مش مصاري وذهبة. الماضي نرجعونا رح نهجر لتلومونا، ضلك غني دلعونا من الصبح للمغرب. أوف يا با أوف يا با أوف يا با. هيدا كان كل شي لليوم. أخبار جديدة بعالم تاني بتشوفوها بكرة.